حبيب الأرض الأصفر يوم ورا يوم أمواله بتكبر استثماراته مالية حياته قطري بيصرف وبيتفشخر قطري 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 يا مالية فلوسك أرضي قطري اديني كمان وانا مرضي قطري يا مالية فلوسك أرضي قطري اديني كمان وانا مرضي ادي اخرتها بنشحت بره بعد ما فلسنا في الثورة انت كبير واكبر كتير من الخليج كله من التاريخ كله يا قطري يا حبيب الأرض الأصفر يوم ورا يوم أمواله بتكبر استثماراته مالية حياته قطري بيصرف وبيتمشخر قطري قطري وطني يا جنة الناس حاسدينها بكره هتتبع على فترينها وطني يا جنة الناس حاسدينها بكره هتتبع على فترينها ياللي قنالك كانت ملكك وانت بصك ايجار هتهنها ياللي قنالك كانت ملكك وانت بصك ايجار هتهنها باع للقطري وخد من خيره جاي الهرم وابني اتنين غيره باع للقطري وخد من خيره جاي الهرم وابني اتنين غيره احنا وطن طول عمره كويس دلرني بياضك وتعالى كيس كل ربدك يا حبيبي القطري يا حبيبي الأرض الأصفر استثماراته مالية حياته قطري بيصرف وبيتمشخر قطري قطري حلوة يا قطري يا مال جيوبنا حلوة يا وكسة يا كسر يدنا حلوة يا قطري يا مال جيوبنا حلوة يا وكسة يا كسر يدنا حلوة يا نهضة يا طحنة شعوبنا حلو يا أحلى خازوق في حياتنا أدي اللي خدنا من الإخوان من مصر فرت وجملة كمان أدي اللي خدنا من الإخوان من مصر فرت وجملة كمان فرض الفرج والدقي وشبرا فرح الشعب وشكر الشكرا شكرة كل الشعب المصري وائل منصور داليا الجندي صالة المنذر وفريق كرة الأوبرا حاجة أخيرة بس على موضوع قطر ده وإن قطر بتشترينا والكلام الفاضي ده كله بصوا هي المشكلة فين بالضبط إن إحنا بناخد فلوس من قطر ولا إن إحنا بناخد فلوس من أساسه مفيش حد حيدينا فلوس من غير ما يبقى عايز حاجة قصادها المشكلة مش في اللي بيشتري المشكلة في اللي بيبيع احنا ما عندناش مشكله مع قطر بالعكس شعب عظيم على راسه من فوق بلد عارفه مصلحتها ناصحين عارفين يطوروا نفسهم المشكله عندنا احنا المشكله ان كل ما واحد يمسك البلد اول حاجه يفكر فيها ان هو يمد ايده يمد ايده بره يمد ايده جوه ولما ما يلاقيش شكلهم في الاخر هيلموهم كفالات نراكم بعد الفاصل